متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، معكم مراسلكم حسن حسين من مسجد فاطمة الشربطلي. متابعينا ومشاهدينا جديد اهل مصر، عيب يا جماعه كده، عيب نمشي يا ترى. معايا ولا مش معايا؟ ايه؟ معايا ولا معاك ايه؟ يعني عايزني في حاجة؟ ليش بتفرج عليك بتعمل ايه؟ طول عمري بسأل انتوا مبسوطين كده؟ فما صدقت شفتكم يعني. انت طالع؟ متابعينا ومشاهدينا جريدة أهل مصر، نرسل لكم الصورة من أمام مسجد فاطمة الشربطلي، حيث يتم الآن تشييع جثمان خالة الفنانة نجلاء بدر، وهي الآن في السيارة تتحرك خلف الجثمان. هو نفسه ما العربية بقى. طيب. العربية هي قدام اهي على اليمين، هيقف على اليمين تاني. الو؟ احنا هيستنى حد قبل الناس يعني. الأخضر ده؟ طب اطلع لي بقى، اطلع لي بقى. Thank you.
متابعينا ومشاهدينا جريده اهل مصر، نرسل لكم الصوره من امام مسجد فاطمه الشربافي، حيث يتم تشييع جثمان خاله الفنانه نجلاء بدري، وهي الان في السياره للانتقال وراء الجثمان الى مقابر العائله.